بسم الله ما شاء الله، شوفوا إنارة المجلس فيها مثال جيد لتوازن الطبقات بين سبوت لايت، داون لايت، إنارة ديكورية، إنارة مخفية، إنارة مركزة. لاحظوا شلون السبوت لايت اللي بالمنتصف إجا على الطاولة بالمنتصف، 2 داون لايت أعطوني إنارة عامة ثريات، وسبوت لايت بالزوايا بزاوية ضوء صغيرة أناروا عناصر الجذب الجانبية، إنارة مخفية كانت عند الستاير أعطتني إنارة مناسبة وكافية للمكان. فالتوازن بين الإنارة الديكورية السبوت لايت والداون لايت كان مناسب لهذا المكان. إنارة عند الستاير، سبوت لايت مع داون لايت، إنارة ديكورية، 3 طبقات لإنارة هذا المجلس. طبعا السبوت لايت بزوايا صغيرة والداون لايت أنار المكان هذا مع سبوت لايت بالمنتصف، إنارة اللوحة والنباتات، توازن بين 3 طبقات للإنارة بهذا الفراغ. إنارة غرفة طاولة الطعام، عندي الإنارة اللي جاية على اللوحة اللي على النبتة، إنارة الكونسول، وبعدين إنارة عند الستاير، وإنارة حتجي على طاولة الطعام اللي حتركب بالمكان هذا، فأعطتني إنارة مناسبة للفراغ بعدد غير مبالغ فيه وتوازن بين طبقات الإنارة. طبعا مو خطأ إذا حبينا نركب ثريا بالمنتصف لاحقا، بس إنارة الطاولة مع عناصر الجذب كفيلة لتجعل المكان إنارته هادية وحلوة. طريقة إنارة الدرج بالطريقة هي حتكون أكثر اقتصادية من لو نورت كل الدرجات. فأنا عندي إنارة على اللوحات، إنارة وول ووشر، 2 جايين غطوا كل الحيط، ونورت الدرج بإنارة جانبية بحيث أنه إجت الإنارة كافية على الدرج وخلت الدرج مضاء بدون ما أستخدم عدد كبير من الكشافات، عبارة عن 4 كشافات كانت كفيلة لإضاءة كامل الدرج مع الجدار، وبدون ما أحط إنارة مخفية باستخدام كشافين وول ووشر. عند المدخل إنارة النبتة وإنارة الكونسول بحيث أنه اللي داخل من المدخل بيشوف الإنارة مناسبة بدون مبالغة، بس 3 سبوت لايت موجهين بطريقة جيدة أعطوني إنارة مناسبة. طبعا نفس الشيء بالممرات، إنارة عناصر الجذب، إنارة مخفية مع إنارة الدرج بطريقة مختلفة بدون ما نحط أي سترب لايت، أضاءنا اللوحات وأضاءنا الجدار كامل باستخدام الول ووشر، باستخدام كشافين وول ووشر، الجدار كله مضاء مع إنارة اللوحات، فطلعت إنارة الدرج مناسبة مع إنارة الممر وإنارة المكان بطريقة مناسبة بدون مبالغة. لاحظوا الكونسول شلون عليه إنارة، فالإنارة كانت متوازنة بين إنارة مخفية وإنارة سبوت لايت واحد بس كان كفيل أن يضيء المكان بطريقة جيدة. نفس الشيء صارت المعيشة، هنشوف أنه عدد سبوت لايت غير مبالغ فيه، مناسب أضاء المكان بطريقة جميلة ومناسبة. لاحظوا هذا السقف العلوي، حتى لو السقف كتير عالي للدرج فينا نحط سبوت لايت مثل ما قلنا بعدد، طبعا مثل ما قلنا هذا الدرج كان 2 والثالث كان لا فراغ آخر، يعني 3 سبوت لايت لكل فراغ حتى لو ارتفاعه عالي. لما نشغل وول ووشر حنشوف الجدار إنارته كانت كثير حلوة، فالول ووشر مع 3 سبوت لايت أضاءوا كامل الدرج بطريقة مناسبة. بهذا المثال وزعنا الإنارة الداخلية بدون ما نغير بالإنارة الخارجية، بس الفكرة أنه حتى لو عندي أنا مثال ماني متكلف، مشروع ماني متكلف عليه كتير، كيف خلي الإنارة تكون مناسبة له. هذا مثال لكيف الإنارة ممكن تقلب المكان لمكان جميل بدون تكلفة أو تكلف كبير. لاحظوا جمالية الإنارة مركزة كيف أبرزت عناصر الفراغ بطريقة جميلة، اجت على النباتات، على اللوحات، على الكونسول مع إنارة مخفية، فعطت إنارة، عطت من بعيد الواحد بيشوف عناصر الجذب، بكل ما التفت بيشوف الإنارة جميلة.